بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الأسئلة كما تعلمون هي التي ترد في صناديق المسجد خلال اليوم، ونجيب عليها، ولا مانع أيضا من كتابة أسئلة الآن. هذا يقول: ما هو القول الراجح في ليلة القدر ومتى تبدأ؟ النبي عليه الصلاة والسلام أخبره الله تعالى بليلة القدر، فخرج ليخبر أصحابه، فرأى رجلين يتلاحيان، يعني بينهما مشكلة، وربما كان فيها رفع صوت وكذا، فرفعت، نسيها النبي عليه الصلاة والسلام، غضب ونسيها، ثم قال عليه الصلاة والسلام: التمسوها في العشر الأواخر، وفي بعض الأحاديث قال: التمسوها لسبع بقين، لخمس بقين، يعني لخمس ليالي تبقى أو لسبع. فالمقصود أنها خلال هذه السبع، والأرجى أنها في الأوتار منه، في ليالي الوتر منه، والإنسان مطالب أن يجتهد خلالها العشر كلها. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعتكف في العشر، يجلس في المسجد العشر كلها حتى يدرك ليلة القدر. يتكلم عن، يقول: نرجو نصيحة لبعض الأخوات التي يلبسن عباءات مزخرفة أو ضيقة أو كذا. العباءة بلا شك أنها شرعت لأجل أن تستر الزينة، لأجل أن تستر الزينة، فإذا كانت العباءة في نفسها زينة فما الفائدة منها؟ العباءة تلبس حتى تستر زينة المرأة، فإذا كانت العباءة نفسها هي عبارة عن زينة، وربما كانت أجمل من الثوب اللي لابسته المرأة، فما الفائدة من العباءة إذن؟ تحتاج عباءة فوقها. فيجب على المرأة أن تلبس العباءة لا تكون ضيقة ولا مزينة ولا مزخرفة ولا فيها ألوان، بل تكون عباءة ساترة لزينة المرأة وفضفاضة. والرجل مطالب أن ينظر في عباءة امرأته وعباءة بناته، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، المرأة المسلمة ينبغي أن تعتني بذلك. فإذا كان الإنسان عنده تساهل من زوجته أو من بناته عليه أن يبذل النصيحة. هو يقول: ما حكم قراءة الفاتحة في التراويح؟ قراءة الفاتحة في التراويح مختلف فيها عموما، قراءة الفاتحة خلف الإمام هل هي واجب أم قراءة الإمام تكفي؟ والأولى أن يقرأها الإنسان خروجا من الخلاف، الأولى أن يقرأها. يقول: كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يسوي صفوف الصلاة حتى يستوي الصف قائما؟ لا تسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. نرجو الشيخ الكلام عن هذا، لأني أرى بعض المصلين يتساهل. نعم، هو بلا شك أن تسوية الصفوف هي من إقامة الصلاة ومن تمام الأجر فيها، فينبغي أن يحرص المرء على ذلك. كلمة نعم، هذا أيضا يتكلم عن المسافات بين الصفوف. يقول: الألعاب الإلكترونية التي لا تدخل بالشريعة هل هي جائزة أم لا؟ ما في بأس، الألعاب الإلكترونية هذه في الأجهزة ما في بأس، لكن ينبغي الإنسان ألا يصرف وقتا كثيرا فيها. ترى حتى الأولاد يا جماعة الصغار، لا ينبغي أن الولد يجلس 24 ساعة بالآيباد ولا بالآيفون، هذا خطأ. يعني أحيانا بعض الناس تلقى الولد يصحى من النوم مثلا هالأيام، يصحى مثلا الضحى الساعة مثلا 10 ولا 11 ولا، فتلقى الولد قبل إن كان مثلا عمره 7 سنوات أو 8، ربما ما بعد صلى الفجر حتى، فهو لا صلى ولا غسل وجهه ولا، وإن كان بنت ما مشطت شعر، ما تهيأ بشيء، صحى من النوم والتفت وخذ آيباده وقام يلعب. هذا اسمه إدمان، هذا في الحقيقة إدمان. أو تجد أن الولد ساعتين أو ثلاث وهو عاكف رقبته على هذا الجهاز، حتى بدأ يعني أحد الأطباء الذين يعملون عمليات الرقبة ودسك الرقبة يقول لي: كنا سابقا لا نعملها إلا لمن هم فوق 40 وفوق، يكون موظف أو كذا ودائما خافض رأسه وكمبيوتر فيصيبه الدسك. يقول: الآن والله بدأنا نعملها لأطفال أبو يعني أو أكبر من الأطفال قليل، لكن أعمارهم 16 و15 و17 يقول من كثرة ما هو جالس 4-5 ساعات على هالجوال عاكف رقبته، فتتأثر الدسكات، ونعمل له عملية في الرقبة، نركب له دسكات صناعية. هذا يحدثني استشاري والله. ولذلك أنا أطلب من إخواني اللي أولاده يتساهلون بهذا، لا تتساهل أنت. يعني أنا سأعطيكم تجربة أمارسها،
أنا أسحب منهم جميع هذه الأجهزة في أيام الدراسة أعطيهم إياها بس يوم الخميس إلى إذا جاء السبت صلاة العشاء أو بعدها بقليل سحبتها. وأيضا خلال الخميس والجمعة هم ينشغلون أصلا في الإجازة، يطلع يروح الخوالة يروح العمانة يروح، فهو أصلا ما هو جالس على، ليس مثل أيام الأسبوع غالبا ما يطلعون. وفي رمضان أيضا سحبتها منهم، قلت يلا اللي بيختم القرآن مرة نعطيه جائزة كذا، اللي يختم مرتين له جائزة كذا. يعني بلا شك أنهم أول يومين ثلاثة يسببون لك قلق وعطنا الجهاز كل الناس، لكن خلاص يتعود. فأنا حقيقة أدعو إلى، وترى في بحوث الآن علمية وبحوث لأطباء نفسانيين وغيره ذكروا أضرارا كثيرة لهذه الأجهزة يا جماعة. يعني صار بعض أبنائنا ما هو قادر يقابل الناس ولا يتكلم معهم ولا ما هو من قليل المخالطة بسبب هالأجهزة. وتعطيه أيضا أفكار، وربما أيضا أدخلته إلى مواقع سيئة إذا كان يدخل يوتيوب ولا يدخل بعض الأشياء اللي فيها مقاطع وفيها، وربما تعلم ألفاظ فالواحد يحذر يا جماعة من هذا. أنا يحدثني واحد من الإخوة بنته عمرها 3 سنوات يقول أخذت يقول حملت لعبة عندي، في لعبة فيها يعني صورة هرة وأنت تقول كلام والهرة ترد ورائك، برنامج كذا يقول فحملتها أبغى ألعب البنت فيه، وجيت وقلت يلا ها سلام عليكم، وردت الهرة سلام عليكم كذا، قلت يلا قولي كلام. تدري أم 3 سنوات هذه ماذا قالت؟ لأنها دائما بأيبادها وتسمع وكذا، فقالت يعني أكرمكم الله ما ودي أقول كلمة، لكن هي كلمة بغي بالعامية. شفت كلمة بغي اللفظة العامية منها قالتها البنت، يقول وطار شعر رأسي. الرجل صاحبي وإمام مسجد وحافظ القرآن بل دكتور معنا في الجامعة، يقول مسكتها قلت وين تعلمتها الألفاظ؟ 3 سنوات أو 4 سنوات ربما. فأنا أقصد أنك أنت لا تدري من يربي ولدك من خلال هالأجهزة. أنا ما أشدد وأقول امنعوا والتواك، ما تقدر تمنعه، لكن اعمل تقنين على الموضوع، لا تفتح المجال، ما تدري من اللي يربي ولدك، من اللي يعطيه ألفاظ، من اللي يعطيه مفاهيم، من اللي يعطيه، ربما يجلسون معها أكثر ما تجلس معه. ابعد هالأجهزة، أشغل أوقات أولادك، حتى لو تجيب لهم كتب يلا اللي يقرأ كتاب ويخبرني إيش في الكتاب أعطيه جائزة كذا، اللي يحفظ كذا من القرآن أعطيه كذا، اللي يعمل الحركة الفلانية رياضية خليه يقدر يتدرب يومين ثلاث أعطيه، إذا سوى الحركة الرياضية أعطيه كذا. أصنع لهم أشياء حتى يملوا أوقاتهم بهذا. يقول في وقت المعصية، يقول أنا وقعت في معصية في سفر، في سفري أو في سفر أو كذا، ولم أعلم تحريمها. يعني إذا كان الإنسان وقع ما أدري إيش المعصية اللي أنت ما تعلم تحريمها، لكن إذا وقع الإنسان في شيء معين ثم تبين له أن هذا الأمر حرام فيستغفر الله ويتوب إليه. توفيت أمي قبل 9 سنوات وكانت مشلولة قبل وفاتها 14 عاما، وكانت تفطر بعض الأيام بأمر الأطباء وتصوم بعض، ولا أدري كم يوم أفطرت في هال 14 عام، كيف أتصرف؟ حاول أن يعني أن تأخذ بالأحوط، تسأل أخواتك وتسأل من كانت تسكن عنده، وتقول مثلا ربما في الشهر في كل سنة في رمضان كانت تفطر لها 5 أيام 6 أيام، ها 14 سنة معناها كذا يوم، واحتسب وأطعم عنها عن هذه الأيام. وطبعا أنت يسر أحد يصوم عنها، من مات وعليه صوم صام عنه وليه، لكن ربما إذا كانت الأيام كثيرة يشق الصوم عنها فيمكن الإطعام. التطيب في نهار رمضان ما حكمه؟ لا بأس به. أقرأ الفاتحة 100 مرة، قل هو الله أحد 100 مرة. الصوت واضح يا جماعة اليوم ولا؟ يقول وحده لا شريك له 100 مرة وسبحان الله، أكررها بعد كل صلاة، هل هذا جائز؟ أما بالنسبة للأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها تقرأ 100 مرة فلا بأس، مثل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد 100 مرة، هذا من قالها 100 مرة كتبت له 100 حسنة وحطت عنه 100 سيئة، وكانت له عدل 10 رقاب من ولد إسماعيل، وكانت له حرزا من الشيطان، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل قال مثله أو زاد عليه. وكذلك لو قال سبحان الله وبحمده 100 مرة أيضا له أجر.
أما قراءة الفاتحة 100 مرة هذه لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي لا تفعلها. قراءة قل الله أحد 100 مرة أيضا لم ترد، ورد قراءتها 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة. فإن قرأتها أحيانا 10 أحيانا 20 هذا ما في بأس، لكن أن تقول بعد كل صلاة سأقرأها 100 مرة هذا أيضا من الإحداث، أحدثت شيئا في الدين، هذا لا يجوز. أيضا لا حول ولا قوة إلا بالله، حسبي الله، والصلاة على النبي، يعني ترتيبها 100 مرة بعد كل صلاة، هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ما يجوز أنك تخترع من عندك أشياء، لكن لو قلتها أحيانا 100 أحيانا 20 أحيانا 200 أحيانا قلتها في السيارة، أحيانا قلتها وأنت تمشي، ما في بأس، لكن أنك تجعلها مثل أذكار الصلاة، تربطها بالصلاة، هذا الذي لا يجوز، لأنه لا يجوز أن نفتح المجال كل واحد يخترع، وبعدين يصبح الأذكار الشرعية الواردة تلتبس بغيرها. يقول سمع الله لمن حمده، هل تقال كذا أم سمع الله؟ لا، طبعا سمع الله، أن الله تعالى من أكثر من حمده فإن الله يسمعه ويجيبه، ولذلك نقول بعدها ربنا ولك الحمد، أو ربنا لك الحمد، أو اللهم ربنا لك الحمد، هذه كلها واردة. يقول تبنت بنت أخي رضعت من زوجتي بعد وفاة أمها، هل إخوانها الذين لم يرضعوا من زوجتي يعتبرون إخوان أولادي من الرضاعة؟ لا، فقط البنت التي رضعت من زوجتك هي اللي يتعلق بها التحريم، أما إخوانها فلا علاقة لهم. هل الزكاة يجب أن تكون من الرز أو الشعير أو غير ذلك؟ يعني تكون من غالب قوت البلد، وغالب قوت البلد عندنا الرز والبر. وبالمناسبة أمس وصلني خطاب من الإخوة في الجمعية، مقرهم هنا لا يزال، الجمعية الخيرية في العزيزية، هم يتولون توزيع الزكاة الفطر، فمن كان عنده زكاة ممكن يعطيهم إياه من الآن، هم يوزعونها في الوقت الشرعي، أن تعطيهم إياه الآن في الوقت الشرعي يوزعونها، لأنهم يقولون لي إن بعض الناس يحضرها الساعة 12 أو 1 ليلة العيد، بكرة عيد، ونحن خلاص احنا طلعنا نوزع، ففيه ناس يأتون ويقفون الساعة 1 أو 2 والجمعية مقفلة، فلما يأتي واحد برز يقول هذه صدقة فطر، يقولون عطني الجمعية قفلت احنا محتاجين، ثم يذهبون ويبيعونه، فهم عندهم توقيت إلى يعني الساعة 12 أو 11 ليلة العيد، بعدها خلاص يقفلوا الجمعية ويذهبون إلى بيوت الفقراء يوزعون. فمن أراد يمكن من اليوم أن يذهب عن الشخص كيلوين و40 جرام، يعني كيلوين ونصف ممكن تحسب، ويجوز أيضا عن الجنين في البطن إذا كان نفخت فيه الروح، جاء هذا عن عثمان. يقول هل الذهب الذي يلبس في المناسبات عليه زكاة؟ لا، الذهب الذي يلبس ليس عليه زكاة. يقول كنت أعزب وأجمع مال لأشتري بيت أتزوج، هل يجوز لي إذا توفيت أن أوصي بأن هذا المال يخرج صدقة بعد مصاريف الوفاة ولا يرث إخوتي الكبار أو أمي شيئا؟ الوصية، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم، يعني أنت يجوز أنك توصي فيما دون الثلث، أما فوق الثلث ما يجوز توصي، ما يجوز توصي به. يعني مثلا لو أنا أملك مثلا 20,000 ريال وبأموت بعدين قلت أوصي أن كل أموالي صدقة، لما يجون ينفذون الوصية ينفذونها في 7,000 ريال أو 7,000 إلا شيء أيضا اللي هي الثلث، أما فوقه يوزع على الورثة، حتى لو قلت ولا أعطي الورثة شيئا ما هو بشغلك، هذا الله اللي أعطاهم ما هو بأنت، أما أنت فلك الثلث فما دون، هذا الذي تتصرف فيه. هل يجب أن تتغير بنود الوصية بعد تغير؟ نعم يمكن، يعني واحد مثلا وصى أنها 20,000 الثلث صدقة، ثم بعد مثلا سنة سنتين ثلاث رأى أولاده كثروا وكذا، قال لا تدري خلاص خل الخمس صدقة، هذا جائز، تغيير الوصية ما دام الإنسان ما مات هذا جائز.
يقول كيف يوسوس الإنسان؟ الشيطان الإنسان، الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وهو يوسوس له في قلبه يعني. ولذلك الحديث الإثم ما حاك في صدرك وغيره من النصوص التي جاءت أن الشيطان يوسوس. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل وينتظر بعد صلاة الفجر إلى أن تشرق الشمس متى كان ينام وكم من الوقت كان ينام. يعني النبي صلى الله عليه وسلم حرص على أن يجلس الإنسان إلى إشراق الشمس، لكن لا أذكر أن الصحابة ذكروا أنه كان يجلس يوميا إلى شروق الشمس، ما أذكر في حديث أنهم قالوا يجلس يوميا إلى الشروق، لا أذكر هذا، لكنه حرص عليه الصلاة والسلام على استثمار هذا الوقت. سورة الملك منجية من عذاب القبر، هل من النجاة من عذاب القبر ألا يتحلل جسدي أو يأكله الدود؟ أما تحلل الجسد فهذا يقع للصالح وغير الصالح يعني، إلا من استثنى الله سبحانه وتعالى. وعذاب القبر لا يقع فقط على الجسد، بل يقع على الجسد والروح، وبالتالي هو متصل بين هذا وهذا. ولذلك سميت فترة البرزخ، فترة البرزخ هي الفترة التي تكون ما بين الحياة الدنيا والآخرة. يقول يا شيخ معلش عندي سؤال سخيف شوي، كم عمرك؟ يقول بعض العلماء يقول لا تخبر الناس بعمرك، فإنه إن كان كثيرا تركوك، وإن كان قليلا احتقروك. إن كانك صغير قال أصغير بزر يا رجال ما يدري عن شيء، وإن قلت عمر كبير قال وش الشايب، فخلها مستورة. يقول لكني يعني تعديت 18 ولله الحمد. يقول هل إذا اقتصرت في حياتي في العبادة والسعي للقمة العيش ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم من لا يهتم بشأن المسلمين فليس منهم؟ طبعا هذا الحديث ضعيف، لكن الاهتمام بأمر المسلمين أمر مطلوب، والواحد يبذل اللي يستطيعه. يعني نحن نرى أحوالا في عدة بلدان ونحزن لها، ولكن الله تعالى يطالبك بما تستطيع، اللي تستطيعه ابذله مع سعيك في وظيفتك وعلى أولادك. أنا معتكف وأستطيع أختم القرآن في يومين، هل يصح أن أختم في يومين؟ نعم لا بأس. في الحديث أنه لا يعقل القرآن من ختمه في أقل من 3، لكن الحديث ذكروا أنه في رمضان له حالة خاصة، في رمضان له حالة خاصة وينبغي أن يكثر من التلاوة. كم قيمة زكاة رمضان بالريال السعودي؟ ليس هناك تقييم لها، هي كيلوين ونصف. إذا بترسل إلى أهلك في مصر، في سوريا، في اليمن، في السودان، في أي بلد، قل لهم يا جماعة كم يسوى عندكم الرز؟ قالوا والله الكيس 5 كيلو يسوى مثلا 10 ريال، خلاص معناتها 10 كيلو تكفي لأربعة أشخاص، تعطيهم قيمتها هم يشترون ويوزعون. أنا معتكف وابني عمره 15 سنة، ما سمحوا له لأنه أقل من 18 لمحبته، ولا يأخذ أي طعام للمعتكفين. لا تشدد على نفسك، يقول الولد جالس في المسجد واعتكف معي ولا يأكل من طعام المعتكفين، أبد يا رجل يأكل ولا عليك بأس، الإخوة أخيار، بس لأن النظام نظام وزارة الشؤون الإسلامية يلزم بعمر معين وطريقة معينة. لكن إذا ابنك هم يقولون دون 18، حتى ربما يأتي شباب يعني صغار ويعملون إزعاج أو سوالف وضحك ويشغلون المصلين المعتكفين، لكن ما دام إنه ابنك فأنت قادر على نصيحته فخله يأكل ويشرب. ما حكم الاعتكاف الشرعي في العشر الأخير وما هي الثمرات؟ ذكرنا هذا. يقول الشيخ ليتك ما تسرع في القراءة خاصة صلاة المغرب والفجر. والله نحن الإخوة يطلبون نحن نختم، وكما ذكرت بدأت العشر ونحن في الجزء 12، يعني معناها أنك في 9 ليالي لما تدري تتم رمضان ولا لا، 9 ليالي لازم تقرأ 18 جزء، يعني كل ليلة لازم ننتهي من جزئين. ولذلك أنا أقرأ حدر حتى لا يشق على الناس هذا، ونحاول أن نقرأ أيضا من صلاة المغرب والعشاء والفجر حتى نحاول نمشي شوية.
هل يجوز؟ نعم ذكرنا زكاة الفطر. يقول أنا معتكف، إذا خرجت أشتري من البساطين شيئا ورجعت، إذا خرجت لأجل شيء مهم جدا، خرجت لأجل شيء مهم ما في بأس، تطلع تشتري أكل، تشتري فنيلة مثلا من البساطين، ما عندك فنايل تغتسل، شريت فنيلة ورجعت ما في بأس. أما مثلا والله بتشوف إيش عندهم اليوم، والله عندهم حلويات أو تصلح للعيد، شريتها واتصلت على أهلي تعالوا وشريت لكم حلويات، لا، الأصل أن المعتكف يكون للطاعة فقط، يعني يلزم المسجد لطاعة الله تعالى فيه. يقول بارك الله فيك، يقول جاء في القرآن إن في ذلك الآية لقوم يتفكرون، هل التفكر واجب؟ التفكر مستحب، تفكر في خلق الله وفي آلائه وآياته. من فاته صلاة العشاء هل يدخل مع الإمام؟ نعم يدخل مع الإمام في صلاة التراويح بنية أنها صلاة العشاء، ضبط الميكروفون صلحناه، ترى يدخل في صلاة التراويح لأنه كان يأشر لي يقول صوت مو واضح، يدخل في التراويح بنية أنها صلاة العشاء ويقوم يأتي بالركعتين اللي تبقى. هل يجوز تضع المرأة الغطوة برباط؟ المرأة تستر نفسها، سواء لبست ربطت الغطوة وراء، ولا حطت الغطوة فوق، ولا حطت العباية فوق، هذه عادات للناس. يعني تذهب مثلا لأفغانستان تلقى العبايات لها لون معين، سماوي وأزرق ومدري، ما يلبسون أسود، تشوفون صور هذا وساترة مضبوطة. تذهب مثلا إلى بعض الدول الأخرى تجد كيفية الستر تختلف، ولذلك الله تعالى قال يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. أوجب الحجاب، تلبسين أسود، تلبسين لون آخر، حتى لو لبست عباءة كحلية، عباءة خضراء، عباءة جائز، أهم شيء ألا تكون مزينة ولافتة للنظر. يعني لو واحدة لبست عباءة أصفر مخططة بأبيض ومشت، هذا يلفت النظر، لكن يكون اللون لا يلفت نظر الآخرين ويكون ساترا. ما هو الحد الأدنى لتقصير الشعر في العمرة للرجل؟ بعض أهل العلم قال يقصر بالمكينة لابد أن يتضح على الشعر أنه تغير، وبعضهم قال لا، يكفي أن يقصر ولو من الأطراف، وكلاهما جائز، لأن المرأة هي تقصر ومع ذلك تأخذ بالمقص ولا يتبين أنها قصرت. فتقصير الرجل وتقصير المرأة حكمه واحد، وهو أخذ بعض الشعر، ليس شرطا أن يتغير الشعر. دخلنا مطعم قيمة الشخص 50 ريالا، طلبنا لشخصين يقول دخلنا مطعم بوفيه مفتوح وقيمة الشخص 50 ريال، فطلبنا لشخصين وأنا أكلت مع أصحابي، هل علي إثم؟ أما إذا كان المطعم أنت اللي تختار، يعني مثلا دخلت مطعم قالوا لك والله البوفيه للشخص 50 ريال، أنت اللي تختار، جئت أنت لأن معك صاحبك، فجئت وأخذت أكثر من حاجتك عشان يأكل معك صاحبك، فدفعت 50 ريال، قلت أنا أخذت حق نفر، أنت في الحقيقة أخذت حق نفرين ما هو بحق نفر، زين، لأنك أنت اللي أخذت وجمعت لنفسك. لكن لو كان المطعم هو اللي يعطيك الصحن معبأ، يعني تقول له مثلا حق النفر كم؟ قال حق 50 ريال، طيب أعطوني حق نفر، أعطوك حق نفر اللي تأكله كله أنت دفعت قيمته، سواء أكلته تصدقت به أعطيته أولادك، خلاص أنا دفعت قيمة هذا، هم قدروه للنفر هذا، وأكل معك صاحبك هذا لا ما في بس. مثل أحيانا لما تذهب المطعم يقول لك مثلا كم تبغى، تقول أعطني لحم، يقولك حق كم نفر، تقول نفر واحد، وأنت قصدك أبا أكل أنا وزوجتي، هذا جائز يكفيكم نفر في الغالب، يعني الرز يكون كثير أو دجاج أو لحم. أما إذا كان بوفيه مفتوح وأنت اللي تأخذ لنفسك فلا يجوز أنك تقول لا والله أنا بأخذ حق اثنين عشان أوفر على صاحبي، لا. من فاتته بعض تكبيرة الإحرام، تكبيرات الجنازة، ذكرنا هذا، بقي 3 أسئلة ونخلص.
طيب أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم. أي زكاة الفطر في بعض الفقهاء قال إنها تخرج قيمة زكاة الفطر، قال بعض أهل العلم إن الكيلوين ونصف رز تساوي 10 ريال، فأنت 10 أنفار في البيت بدل ما تطلع 24 كيلو مثلا، أنك يجوز أنك تطلع مثلا 100 ريال. هذا قول لبعض أهل العلم وهو قول قوي وله أدلته، لكن الذي ترتاح إليه النفس هو القول الثاني، وهو أنها تخرج طعام، لأن الزكاة قسمان: زكاة مال تخرج مال، وزكاة فطر تخرج طعام. فسلام رحمة. فإذا قسمها الإنسان هالتقسيم أو لا، إذا أخرجها